ما هلا هيدي رح نروح لمحطتنا التاليه ورح نحكي شوي اليوم عن الرياضه. يعني اي طبيب بنستضيفه اي اختصاصي دائما بيقول الرياضه هي بتساعد الانسان على تفريغ الطاقه، على الحيويه، على كثير قصص. وايضا المعروف انه الناس لما بتقول رياضه بتقول معناته بدي خفف دهون، بدي خفف شحوم، بدي اكسب جسم دائما هيك متوازن وشكله سليم. لحتى نحكي اليوم ونفرق عن التمارين الرياضيه اللي بتساعد على حرق الدهون وايضا انقاص الوزن، هل في تمارين مخصوص لهذا الشيء او اي نوع رياضه انا ممكن مارسه هو ممكن يكون النوع جيد؟ هي التفاصيل وغيرها رح نتعرف عليها اليوم مع الكوتش هديل سعيد اللي رح تحكي لنا اكثر عن هاي التمارين. صباح الخير كوتش، اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك كوتش. بالبدايه خلينا نحكي عن اهميه الرياضه بحياتنا لنحافظ على صحتنا بشكل افضل. يعني اليوم بفصل الشتاء بتقل حركتنا ومروتنا، ما بنلجا للرياضه، فاليوم قديش مهمه الرياضه بالبدايه؟ كثير مهمه الرياضه. اول شيء بتفرغ الطاقه السلبيه الموجوده فينا، بتعطينا انرجي كثير حلو. طبعا غير انه هي بتعمل تناسق بالجسم، مفيده لصحه القلب والاوعيه الدمويه والرئتين، مفيده كثير للجسم بالذات، وبتخلي اللاعب او اللاعبه فيها كلها يعني كلها طاقه وحيويه ونشاط، بتعطيها قوه. حتى لما بتشوف شكل جسمه متناسق ومتكامل يعني بتحس انه هي خلص انه مرتاحه. طيب كوتش، اليوم نحن عم نحكي عن مفهوم يمكن اغلب الناس اللي بتعمل رياضه وخصوصا لتاخذ جسم منيح بتسالك عنه، شو الفرق بين خساره الوزن وحرق الدهون؟ تمام. هلا في كثير فرق كبير. عندك انت خساره الدهون، انت عم تخسري فقط الدهون المخزنه بالجسم، بينما خساره الوزن انت عم تخسري فقط بالكيلوغرام على الميزان. هلا رح نحكي عن خساره الدهون. هي اول شيء نحن بنلجا لها بالتغذيه المناسبه والتمارين الصحيه والمتناسقه. طبعا نحن هون بناخذ نتيجه انه اول شيء بيرفع مستوى الاداء، بيرفع مستوى القوه، وبتحسن الجهاز المناعي والهضمي وكل انحاء كل الاجهزه الموجوده بالجسم، وبتحسن الاداء. هلا بينما انه خساره الوزن انا عم بخسره بالكيلوغرام، هون بدي انا يعني بس عم بعمل ريجيم قاسي، يعني انا بحققه بالريجيم القاسي وبحققه كمان بالتمارين الغير مناسبه، فهون انا بنضر، عم بخسر بس عضلات ودهون وماء، بيقل مستوى الاداء، بده يقل مستوى القوه، بده يصير في ضعف بالجهاز المناعي. فانا لازم لما بدي اخسر وزن اعمل رياضه، يعني عندي انا دايت بدون رياضه، فهون بيصير عندي خساره وزن صح، بس بيصير عندي ترهلات. انا لازم اخسر دهون، نسق بين العضلات والدهون والرجيم لحتى انا احصل على نتيجه طبيعيه صحيحة وصحيه لجسم اللاعب اللي عم يلعب. طيب هديل، يعني التمارين الرياضية اللي بتكون قبل وجبة الفطور هل هي فعلا بتساعد بحرق كمية من الدهون بالجسم؟ هلا هي اكبر غلط شائع، يعني لانه انا في عندك انت سكر موجود بالجسم، انا لما عم بيجي بلعب الجسم محتاج لطاقه لحتى يعطي اللاعب طاقته لحتى يلعب، فانا لما بيكون عندي المعده فارغه فبدي الجسم بيصير فيه بياخذ من السكر لحتى يتحول لطاقة. فأنا هون بدل ما ابني نتيجة صح وعضل، فأنا بهدم هذا الشيء. فأنا منشان أنا اتفادى هي المشكلة بروح باكل وجبة خفيفة، مو شرط يعني بس مهمة تكون متكاملة العناصر، مو شرط تكون وجبة ثقيلة، بحيث قبل بساعتين من التمرين بحيث أنا لما ألعب أعطي طاقة، أعطي حق التمرين اللي أنا عم بلعبه. ومنه أنا لما بجي بلعب رياضة على معدة فارغة بدي يصير عندي إغماء، بده يصير عندي انخفاض بمستوى سكر الدم، بده يصير عندي انخفاض بمستوى اللياقة، أنا بتجنبهم كلهم منشان أعطي حق التمرين واستفاد. بدي لازم أكل وجبة خفيفة قبل بساعتين من التمرين. طيب
كوتش هديل في كتير ناس بتحب مثلا تمارين معينة لأماكن معينة، بتقول لك أنا مشكلتي بالأرداف، أنا مشكلتي بالبطن مثلا، أنا مشكلتي مثلا كتافي عراض، فإيدي أي وزن بيبين دغري أنه عندي زنود عريضة. صح. فخلينا نحكي اليوم شو هي أبرز أنواع الرياضات اللي بتناسب كل مشكلة من هدول المشاكل. تمام. هلا في عندك اغلب الصبايا بتجي على الجيم بتقول انه بدي نحف منطقه محدده بالجسم، هي اكبر غلط. انا ما فيني نحف منطقه محدده، بشتغل على منطقه محدده بس انا انه انحف بس هي المنطقه لا، لانه انت لما عم تلعبي رياضه وماشيه بنظام غذائي الجسم كله عم يتحرك، صحي، فالجسم كله عم يتحرك، فهون بده يصير خساره دهون بجميع انحاء الجسم. ما فيني اقول عن منطقه محدده انا بخسرها. هلا اغلب التمارين مثلا انا بدي العب بالجيم، بدي العب على جهاز المشي، انا بس ما عم حرك بس رجلي، كل انحاء الجسم عم تتحرك، فبالتالي هون الدهون المخزنه بالجسم كلها بكل الانحاء هون انا بخسرها، ما بخسر منطقه معينه بالجسم. هلا انا هون بشتغل بالجيم على اماكن معينه طبعا انا للشده لحتى تنحف، بس مو بس هي المنطقه، يعني انت بده يصير لحتى يصير عندك تناسق متكامل بالجسم وتاخذي انت النتيجه الصحيه، لازم يكون في نظام غذائي صحي متكامل بجميع انحاء الجسم وتمارين مناسبه لكل منطقه بالجسم، هون انا باخذ نتيجه صح. ويعني انا برتاح لما مثلا بحس انه كل جسمي صار متناسق مو بس منطقه واحده. تمام. كوتش، يعني اليوم لما الواحد بده يحصل على جسم مثالي وصحي، نسمع كثير دراسات بيقولوا انه لازم نركز 30% على رياضه و70% على التغذيه. شو طبعاً. السبب انه التغذيه اكثر؟ لانه انت عندك ما في، هلا مثل حكينا قبل احنا ما فيني العب رياضه وما اعمل نظام غذائي. هلا انا لما بدي اخسر وزن فبده يصير عندي انا ترهلات اذا ما لعبت رياضه، بينما انا بلعب رياضه وبعمل دايت الاثنين سوا بيعطيكي انت بتخسري وزن وكمان بنفس الوقت بتعطيكي جسم متكامل، يعني انت بتاخدي شد بالجسم وبتنحفي اكثر. تمام. اما انا بينما انه انا بس اخسر وزن لحال واعمل مثلا ريجيم واتعب واحرم حالي من كل شيء وانا اخذ نتيجه، انت رح تاخذي نتيجه بس مو النتيجه اللي بدك اياها، رح تتعذبي، بصير في عندك ترهلات بالجسم. هي الترهلات ما بتروح الا بالرياضه. يعني انا لما بدي اقرر اعمل انحف انا بنصح اي سيده بتقرر انه خلص انا بدي اعمل دايت تعمل النظام الغذائي مع الرياضه لحتى تاخذ نتيجه افضل. نعم. كوتش، احيانا بنسمع هلا او هلا صاير دارج كثير عمليات النحت وتغيير شكل الجسم، فبنشوف بتقول انه انا يا ما عملت الرياضه وما استفدت وما كانت تنحف عندي هي المنطقه او كذا، رحت عملت عمليه نحت او عمليه من عمليات التجميل وبعدين توجهت لدعمها بالرياضه السلبيه اللي هي كمان تعتمد على اجهزه وليس عمليات رياضيه، وفجاه بنرجع بنلاقي صار تكتلات غريبه بجسم هذا الشخص اللي عمل هي الرياضه او هي العمليات. شو رايك بهالموضوع؟ هلا انا ضد عمليات النحت لانه هي عمليات النحت مؤقته ما أنا صحية أبداً، كتير إلى أضرار سلبية بالجسم. أنا لحتى أتفادى هي المشكلة وأتفادى أنه أنا أروح على ألجأ لأي عملية جراحية، أنا بلجأ لرياضة لو 3 مرات بالأسبوع. أنا هون باخذ النتيجة الصح وهون بحاول ابتعد كتير انه انا اروح اعمل عملية. يعني انا لما عم بلعب رياضة 3 مرات بالاسبوع وعم يعني عم خفف اكلي، يعني انا ما بغنى عن عمليات التجميل هون. طيب هدي هيك نصائح اخيرة لنحافظ على صحة جسمنا اليوم. انا بتمنى انه اي سيده اول ما تفيق من النوم تشرب مي فاتره، هي كثير مفيده للجسم بتخفف دهون بالجسم. بنصح تلعب رياضه، تحاول تخصص وقت ان كان بالبيت بالجيم، تخصص وقت لو ساعه باليوم رياضه، هي مفيده لإلها ولصحتها وكشكل احسن إلها، يعني هي نفسيا بتكون مرتاحه. وبتمنى انه الرياضه هي معروف رياضه حياه، لتاخذي طاقه حلوه وطاقه ايجابيه، لعبي رياضه، حسي بالنشاط، فرغي هالطاقه السلبيه بالرياضه. صحيح. بدنا نشكرك كثير كوتش هديل على كل المعلومات القيمه اللي دائما بتعطينا اياها. شكرا لك. شكرا كثير لك كوتش.